هذه مدينة مكثر من وليد سليان. التاريخ 15 مايو 2020، بعد 4 أيام من دخول المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه، وأعلن كامل وليد سليانة خالية من الفيروس بعد شفاء الأربع حالات المؤكدة. مكثر ما سجلت حتى حالة إصابة من اللي بدت الأزمة، ونشوفوا اليوم حركة عادية في المارشي وفي وسط البلاد، لكن مش العباد الكل لابسة كمامات ومش ملتزمين بالوقاية اللازمة، وهذا اللي يمكن يشكل خطر عليهم. أما خايفين لا يرجعوا الحجر الصحي أكثر من خوفهم من الفيروس خاطر فدوا وخدمهم حابسة. لكن هذا ما يبررش الكم الكبير متاع العباد اللي موجودة البرة واللي ما كانش يخرج اليوم ولا يخرج خاطر كل ممنوع مرغوب. ونذكروا زادة اللي تونس بعد عدم تسجيلها الحالات جديدة الأيام التالية رجعت وسجلت 5 حالات في الأيام اللي فاتوا، لكن المشوار مع الفيروس هذا ما زال طويل. دونك الحل الوحيد هو الالتزام بوسائل الوقاية كما لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وفي مكثر تبقى الحركية داخل الأحياء محدودة وما فهمش برشا مشي وجاي، دونك شوية التزام ونجمو نفوتو هالأزمة هذه.